رحلة كسكنة مدينة أكادير كنفتخروا بأننا ديما كنحتفلوا برأسنا الأمازيغية. الأمازيغ راكم في قلوبنا، متشاركين معكم الدم، مشتركين معكم النسل، وما نقدوش نفرطوا فيكم ابدا. إيري غاد نيغ يسسميت حضر مسيد مسن دين تينزكان انه يقيان ومسو يفولكين. وهذا العيد بالنسبه لنا هو احتفاليه زوينه كنعيشوها ديما كل عام، ديما كنعيشوها بحال هكا، وبالنسبه لنا شي حاجه زوينه دارنا العام ديالنا ديال انزكان، وحنا فرحانين بالتقاليد ديالنا. ديري غاد نيغ يسسميت حضر مسيد مسن دين تينزكان انه يقيان ومسو يفولكين، ينزكان يقيان يات المدينة انتوسنا، المدينة النضال، المدينة انتزوري، المدينة يعني اللي داري لا يان التاريخ بهرة مقرن خكي كان انتغاوسي وين يسسمي بهرة غيكاد. إيري غاد نيغ تنميرت بهرة زلم يمدن لي بدنين فوال مقارنة. أسفاس أنا زيغا أمزروين تسجين أمزروين ترقزا أمزروين تمغرا أمزروين رصا أمزروين تغنسا. درنا واحد البرنامج غني، واحد البرنامج متنوع طيلة يومين. في اليوم الأول كان عندنا واحد الاستعراض اللي هو كبير وحافل، كان فيه المشاركة ديال مجموعة ديال الفرق الفولكلورية المتنوعة اللي جاتنا من مختلف جهات المملكة، خصوصا جهة سوس ماسة. جيتنا اليوم لقيتوا سهرة فنية كبيرة فيها فنانين كبار كبار بزاف، من الرئيسة فاطمة طبع عمرانت، مصطفى القمراني اللي خدام اللي قال لي دابا كيفتح فينا، عندنا مجموعة المشاب، مجموعة ايتماتن، وعندنا دزع عبدو طاطا الفولكلور ديال طاطا الضامن. احنا جيت سعداء اليوم كوننا نتواجد هنا مع الاخوه الامازيغ لاحتفالاتهم طبعا بعيد او بالاحرى السنه الامازيغيه اللي اعطى سيدنا الله ينصره انها وقرها كعطله رسميه مؤدى عنها، نصره الله وحفظه وحفظ الاسره الشريفه. واللي اخترت نقول على انه اليوم شفت واحد النوع ديال التفاعل كبير بيننا وبين الجماهير، الحمد لله هنا في انزكان. الامازيغ راكم في قلوبنا، متشاركين معكم الدم، مشتركين معكم النسل، وما نقدوش نفرطوا فيكم ابدا، وحنا كنحبوكم من الاقاليم الجنوبيه للمملكه مدينه قلميم. نقول لكم اسوكا مسامينو، اسوكا سامباكي، اسوكا سيغودان. حنا كساكنه مدينه اكادير كنفتخروا باننا ديما كنحتفلوا براسنا الامازيغيه كباقي الشعوب. اسوكا سامباكي ايش الحي كل شيء، براون دوكسي المغرب، سنه سعيده.